بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. بيقول لك في المثل ابعد عن الشر وغنيله، يعني مش بس البعد عنه غنيمه، لا ده كمان في توصيه صريحه في المثل ان البعد يكون بحذر ولطف، يوصل لمرتبه الغنى كمان عشان الاخ الشرير يهدى ونعرف نتقي شره. والشريرين في دنيتنا انواع، فيه الشرير الصريح اللي غيته أذية الخلق، يا إما بقى عن طريق سرقتهم أو قتلهم أو إرهابهم وتهديدهم، وده يعرف في زماننا بمسمى البلطجي اللي ينتمي لفئة البلاطجة واللي خرجت علينا بسيوفها وسنجها وملوتوفها إبان الغزو الجملي في العهد البائد. وفي الشرير المستخبي اللي غيته أذية الخلق برضه، بس دايما مصدر غيره في الصورة الشريرة وهو واقف مع الطيبين في الصورة بتاعت الطيبين، مع إنه هو أس البلاوي. وفي نوع شرير خطير جدا، القلاب اللي بيغدر فجأة بعد عشرة أو بعد إيد اتمدت له بالخير، وده ينطبق عليه مثل اتقي شر من أحسنت إليه. وفي واحد عاوز يعمل فيها شرير إنما ما بيعرفش، بيطلع بقى على الفاضي، يفضل يهدد ويتوعد وفي الآخر ينزل على فشوش، بيمشي يقول عن نفسه إيه اتقي شر الحليم إذا غضب، وديتها في الآخر زعقتين بيروحوا لحالهم ويفضل الحلم عنده هو سيد الأخلاق. إنما طالما في دنيا هيفضل فيها الصراع الأزلي بين الخير والشر. صحيح الخير بينتصر على الشر في نهاية كل فيلم أبيض وأسود، إنما كلمة النهاية مش بتنزل في الحياة طالما الحياة مستمرة. صحيح شفنا بعنينا نهاية ظالم ونهاية طاغية ونهاية فساد، إنما ده مش معناه إن الظلم هينتهي من الأرض، ولا الفساد هيشطب، ولا الشر هينقرض. أكيد هيجي غيره، زي ما هيجي ناس تفضل تقاومه. نقاوم الشر إزاي؟ بالبعد عنه ولا بمقاومته؟ بتجاهله ولا بمواجهته؟ هنسأل الشيخ رمضان عبد المعز، اللي كمان تقدروا حضراتكم تتصلوا بيه وتسألوه أي سؤال، بس بعد فضل.